في البداية يجب أن نؤمن أن العين والحسد هذه موجودة، يعني موجودة في القرآن الكريم، موجودة في السنة النبوية، تمام؟ بس ما نقدر نثبتها أن الشخص مصاب بعين أو حسد، ولا نقدر ننكرها. يعني الإثبات صعب والإنكار أيضا ما لا يمكن ننكرها. لكن البعض يأخذها من باب أنه كوسيلة لاستجداء العطف أو الاهتمام، أو حتى لنوع من يعني الخوف أنه الأشخاص ممكن يعطوني عين وحسد، فأنا أقول أني مصاب أو أنه عندي شيء معين. هي الفكرة أنه المبالغة في هذا الشيء ربما يجعل الإنسان يصاب بالوهم ويصاب بالخوف ويصاب بطلبات كثيرة هو في غنى عنها. فالمفروض القاعدة أنه أنت تعمل بالأسباب، أنك تؤمن بالله وتعمل بالأسباب، بمعنى أنه أؤمن أن الحسد والعين موجودة، لكن أعمل بالأسباب. الأسباب أني أنا أتوكل على الله سبحانه وتعالى، أني أقرأ أذكاري في الصباح والمساء، أني أنا أعمل بالأسباب اللي تؤدي إلى أني أكون إن شاء الله إنسان سعيد وناجح في الحياة. لكن أنه بعض الأشخاص يتخذ من العين والحسد طريقة أني أنا استجداء العطف والاهتمام، أو أني أنا مثلا أحقق فيها بعض الأشياء اللي ممكن ما قدرت أوصلها بطريقة العادية، فأنا أشوف أن هذا استغلال ويعني عدم ثقة بالنفس.